على مستوى السوق السعودي، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة طفيفة بلغت 0.5% عند مستوى 11597 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6.576 مليار ريال. وجاء سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً نسبة بلغت 10% ليغلق عند 0.22 ريال. تلا سهم شركة الزامل للاستثمار الصناعي بنسبة 9.98% ليغلق عند 23.14 ريال. كما ارتفع سهم شركة زيب لتأجير السيارات بنسبة 9.90% عند 88.80 ريال. بينما تصدر سهم شركة الراجح للتأمين التعاوني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.25% عند 149 ريالاً.